هنروح لكره السله رجال، وتابعنا مع حضراتكم عبر شاشه قناه النادي الاهلي مباراتي طبعا الذهاب والاياب لدور الثمانيه مع نادي الزمالك، سواء للرجال او للمرتبط. وفضل الله المرتبط فاز الماتشين، والرجال برضو فازوا الماتشين بفارق كبير. المباراه الاولى فوزنا 15 نقطه، دي طبعا لقطات من المباراه الثانيه اللي هي كانت ملعبنا، ولكن لعبنا في صاله الدكتور حسن مصطفى عيسى، هو اللاعب المحترف الامريكي رقم 2 واللي ادى مباراه كبيره، وده عمر طارق كمان عمل ماتش حلو قوي. دي اول على فكره دي اول كره في الماتش، دي اول كره في المباراه، اول 3 بونت كان هو على فكره حط 5 أو 6 ثلاثات. طيب عندنا يوم الثلاث الماتش اللي جاي دور قبل النهائي مع نادي الاتحاد السكندري، ده تاني لقاء لينا معاه، لعبناهم في البطوله العربيه في دور الثمانيه وفزنا وطلعنا دور قبل النهائي. هنلاعب مرتبط ورجال. طيب بالورقه والقلم المرتبط بتاعنا افضل الحمد لله. الاتحاد السكندري طبعا هينزل مباراه يوم الثلاث، هتبقى المباراتين بالمناسبه برج العرب، ودي اللائحه دي محطوطه من قبل ما الدوري يتلعب او قبل ما المرتبط يتلعب. قبل النهائي هيبقى طرفي قبل النهائي هيلعبوا برج العرب، بعد كده النهائي والتالت والرابع هيرجعوا يتلعبوا في هنا في صاله المجمع الدكتور حسن مصطفى. طيب الاتحاد كان فاز على الجزيره وتاهل، واحنا فزنا على الزمالك وتاهلنا. الناحيه الثانيه السكه لطيفه شويه، يعني سموحه بيلاعب سبورتنج وعلى في دور قبل النهائي، يعني طبعا الفرقتين محترمين جدا، بس انا اروح ناحيه سبورتنج انه يكسب. طبعا الكره دي عجبتني قوي لان كيشو كان خد الكره ونط جامب ستوب من غير دربلايه، حطيت له باونس باس، يعني بص باونس باس من ايهاب امين ما خدش دربلايه، خدها نط على طول. بصوا دي اللي خليته ياخد كاونت وان مور، اللعيبه الطوال دايما يحبوا يعني ياخدوا وقتهم، انما كيشو خدها نط زي اللعيبه القصيرين. بالمناسبه يعني كنت انا وضيوفي الاستوديو اللي فات اتكلمنا عنها، وعايز اقول لكم ان برضو يعني نادي الزمالك غاب منه لعيبه المباراه اللي فاتت، ولكن دي المباراه 17. مستر اجوستي طبعا كان قاعد في المدرجات، انا عندي كلام كتير على الماتش ده بس مش عايز ايه اطول في الانترو، ولكن دي المباراه 17 اللي يفوز فيها نادي الاهلي، ده الدنك اللي حطه ايهاب امين، وده الماتش 17 على التوالي في 3 سنوات يفوز فيه النادي الاهلي بدون ولا هزيمه مع مباراه الزمالك، ودي اكبر تقريبا ريكورد اتعمل اتصور في كل الالعاب. مش هتصور، انا ما سمعتش ولا سمعت ولا قريت ان النادي الاهلي كسب سلسله ب 17 فوز متتالي كده في اي لعبه غير في السله الفريق الاول. كل التوفيق، الثلاث والخميس اللي جايين هم مباريتين قبل النهائي. فوزنا هو ده نهائي مبكر يعني ان شاء الله، ما احترمنا لكل الفرق طبعا، بس انا بتكلم على تكنيكال وايز انه الموضوع ده عشان تبقوا عارفين هو الفاينل ماتش الاهلي والاتحاد، مع كل الاحترام لكل الفرق، وجي بدري في قبل النهائي.